السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بسيدي حجاج ولاد مراح، خميس سيدي حجاج ولاد مراح قليم الصعد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوريها الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيانا ترجعنا بنات أولاد، اليوم 21 في شهر 9 2023، الخيرات تنوري لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. هذا بكركس هابي هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح، الخير موجود تار بكر كساب. شحال هذاك؟ 2 ملايين و56. 2 ملايين و56. واحد الزرقين هذاك واحد ب 44، واحد ب 22، هذا ب 22 والاخر ب 44. هاد الخيرات تاع بكر كسابي كي تشوفوا معنا بسيدي حجاج بولاد مراح، تنوريوها لجميع المشاهدين. بكر كسابي 8700. ها ايه مرحبا، تاهبا 74 174. وهذاك الاحمر اللي بمليار ب ها هذا 74 فوتينا ب 2000، هذا بغيتي فيه 74 باش خالص. هي هي تقولي لنا باش خالص، هذا الشيء تقولي لنا باش خالص. احنا في سيدي حجاج بولاد مراح، وما تنسوش جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان بارطاجيو لينا الفيديوهات راه القضية ضعيفة في المشاهدة. شوف بركات ياك بخير. الله يبارك. شحال الثمن؟ الثمن اخويا ديناه مليون و 26. مليون و 26. اييه. وبيع وشحال عطاوكم هذا؟ عطاوني 6000. وبيع محمد، بيع محمد. اييه. ودير حسن. لا فرخ زوين، فرخ زوين، فرخ زوين. هاد طويلة هاد شنو هاد شو يقولوا لي؟ واش طاين؟ تكيس عليا صالح، تكيس عليا. بعد الوقت كان غير ندير لك كرطوي وني نعقب نجيك المعقول. واخا مرحبا. شحال قلتي لي؟ 106000. ويش طاين تبارك الله طويل كما تشوفوا، تعرفوا ويش طاين طويل تيقول لنا 306000 15300 تاع الدرهم. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. 540 تشتك مضروب على 540 اخو. وفراسي احمد، فراسي احمد جا يو على سلامتكم. جات 27000 تاع الدرهم. سي مصطفى اهلا وسهلا، كي داير بخير؟ نشط الله يحفظك ليا. السوق اللي عندكم في الجزائريه جديد. سيدي انا ماشي اسمي شاري من الكوري. شاري من الكوري. شاري العرض 3 دنانير. هي غليت كاين العرض. صافي. دور عندنا. تبارك الله على السن حاج. هذا مصطفى الريمي عنده حتى زيت العود والعسل. تبارك الله على السن مصطفى. معروف هنا بسيدي حجاج بولاد مراح. يلا. وانت شحال هادو ولد احمد شحال هادو؟ انا عطاو 76. 376. 376. اي ما تجيبهاش تما وبوك ما تجيبهاش. اي جملان 20 هذاك. وهذاك اللي ملهي؟ هذاك 334. 334. اهلا. واش تك الزيزن في هذا اللي جابت؟ ما ملفاش لك الزيزن.
هاتوا الحباب تونا في حد في خميس سيد حجاج ولاد مراه هكا هكا قاعد القبيل قاعد القبيل تيعرفونا نعرفوهم من زمان ماشي الله عرفناهم ولا هادي باش نقولوا الحباب تونا قاعد القبيل هنايا راه تنعرفوهم ونعرفوهم ويعرفونا من زمانات تنحيوا جميع المشاهدين وين العسري ما تخليش يدوي معايا لا ما يدوي صاحبك ما تنتيقش فيه والله العظيم اين صالح من الطريق اين صالح شحال هذاك اللي متكي عليه 310 وهذاك الزرق اللي حداه هجا القسم ليكم انتم والعسري هذوك 620 31 الف تاع الدرهم كما تشوفوا معنا في سيدي حجاج بولاد مراح موجود الخيرات تاع تلقى الكسابي تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان ونحيوا الحباب تونا من طنجه الكويره في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكه المغربيه اهلا بكم جميعا وبي سي محمد وابو عزة لاباس الله يسلمك شحال السي بوعز؟ هذا قلنا لي 56 356 اين هذه؟ بغيتيها فيه؟ عطاوك فيه شي حاجة؟ وهذاك هذا تاعك ما عرفتش شحال هذا؟ شحال هو كان؟ ها؟ 340 42 17100 خيرات في السيد حجاج بولاد مر زيدوني زيدوني شحال هذا شحال؟ 2000 وزيد لا خونا 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 اسمع السيكول اسمع قال لك تتسير فيا نصور عدو تي في يا ربي سهل عليه يا ربي يعطيه لك القلب تاعو يا ربي يا ربي شوف هذا السيد قال لك تتسير فيا تصور تبيع المصور هو الله عز وجل شحال هذا؟ 65 مليون و65 اللي بغيتي فيه؟ اي 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 توقف قبل عطاوك فيه شي حاجه؟ 56 واش نقول لك؟ امون سكوت ياك؟ هذا توقر كوشي هنايا تيبيعوا شريف القر الكسابي وتا الكساري تيبيعوا شريف القر الكسابي والكساري معروف هنا القبيل ومعروف هنا كيما تنشوفوا تنوريو لجميع المشاهدين قناه الزيت والمرجان والحباب تونا في مكانو لا ضرفات كوشي عندك فلوس خود ما عندكش خود هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح تنوريوها لجميع المشاهدين قناه مر خسر شي حاجه خود مارك اشوي شحال بغيتي من واحد خود تجيب ها سمعتي لا ما في مزاح احنا اللي تنعرفوها تنقولوها ما كاين لا مزاح لا والو عارفين وراجل مخير عارفين وما في مزاح هاد خيرات تنوريوها للجميع الحباب تاعنا في المكان وشحال هاد الوليدات اللي تطلو فيهم عطاونا 76 دي من هو ضرافات واللي كاينه اللي كاينه ما كاين فيه لا مزاح لا والو تبارك الله اجولا زينين هادو وهاد بيع الحاج حاج صاحبك كلو الحاج اللي عندنا برا ما عطانا عار 130 حاج بو طيب اه ولاد فارس اه والله يعمرها دار شحال قلتي لي؟ أقول 40 وصافي والحاج أقول 40 وصافي كرك ال 40 لازم تنحيوا جميع المشاهدين هذا الكوشي راه درافات ومعروف هنايا سيدي حجاج بولاد مراح تنحيوا جميع الحباب تاعنا راه الخيرات موجوده في سيدي حجاج بولاد مراح تاع البقر كسابي تيجيبوه من جميع المناطق سيدي حجاج